تاريخ بلدنا وأثرت كتير في تاريخ مصر وحضارتها. من الشخصيات اللي أثرت هنختار شخصيات نسائية دور لعبته المرأة. الستات في مصر القديمة على عكس ما كان يقال في كتير من المجتمعات الست علام، لا، مصر القديمة أعطت للمرأة حقوق لم تعطيها لها إلا الديانات السماوية. بعد كده أعطت للمرأة مكانة. أم متن في نهاية الأسرة الثالثة كانت بتورث اللي عايزاه من ولادها. حاتب حرس كانت اللي إذا طلبت شيء هي وقبليها الملكة أم زوسر كان بيتقال اللي إذا طلبت شيء يتعمل لها، يعني اللي تطلب لما تأمر يعني يتعمل لها في الحال. حاجة كده كانت مكانة رأى. لكن في ثلاث ستات لعبوا دور مصر كلها شهدت لهم بيه في التاريخ: تيتي شيري، إياح حطب، أحمس نفرتاري. ثقن الرع لما بدأ حروبه وبدأ فكرة مقاومة الهكسوس لطردهم من مصر، مين اللي دعمه؟ دايما وراء كل رجل عظيم امرأة كانت في ظهره، كانت بتزقه، كانت بتدفعه، كانت بتديله كل القوة اللي تسمح له بأنه يكون الملك الحاكم المسيطر المهيمن. حتى لما جاله الجواب بتاع حاكم الهكسوس اللي بيقوله سكت صوت فرس النار مش عارف انام منه، والقصة الشهيرة دي، كانت جنبه ووقفت معاه. ولما شفنا مومية سقن الراع الموجودة بالبلط اللي موجودة في دماغه كنا بنسأل سؤال: هل مات شهيد؟ هل اتضرب؟ لو ده حصل او مات اي ميتة كان ممكن جدا ان المقاومة تقف، لولا ان تيتي شيري الام اياه حطب الزوجة وقفوا بسرعة وجابوا ابنه الكبير كاموس وعضدوه وأيدوه ووقفوا معاه بكل قوة وخلوه يقف ويقول لما قالوله، لما بيقول لأصدقائه: انتوا عاجبكم الوضع اللي انا فيه؟ ازاي احكم بلد وفي الشمال اسيوي وفي الجنوب واحد نوبي او كوشي منفصل عني؟ ردوا قالوا لي: يا اخي ما احنا بناكل ونشرب كويسين والدنيا ماشيه، ما تسكت. قال لهم: والله سادافع عن بلدي ولا ابقرن بطن من ياتي الى بلدي وهقتلهم وهعذب. كان يعني بيتكلم بشيء من العنف غير عادي اللي عمله كاموس. مين اللي كان بيديله القوه دي؟ امه وجدته. لما كاموس انتهى حكمه ومات كان ممكن جدا كل المقاومة دي تقف وتضيع مرة تانية، لكن بسرعة مين اللي ساعد ودعم وعدد وأيد ووقف والحقنا ووقف وتبقى في ايدينا؟ أمه تاني، والمرة دي مرات أخوه أحمس نفرتاري، اللي بسرعة أحمس جه وبقى ملك، بقت في ظهره، بقت بتقف معاه. جندوله القادة الكبار أحمس ابن إبانة وأحمس ابن نخبة يبقوا جنبه، يبقوا قوة، يبقوا عضل، يبقوا وتد. الستات هنا وقفوا وأصبحوا هم السند الأساسي اللي يتكئ عليها الحاكم. علشان كده أحمس لما وصل للحكم وطرد الهكسوس وحاصرهم في شراحيل لثلاث سنين، رجع أحمس قال إنني أدين بما فعلت لأمي العالمة رخد العالمة بكل شيء نبت حاونبوت سيدة جزر بحر إيجا العظيمة إياح حطب. شخصيات نسائية، تكلمنا عن امرأة، سيدات لعبوا دور في المؤامرة، تأمروا على حياة الملك زي امرأة أمنحات الأول وزي امرأة بيبي الأول في الأسرة السادسة. لكن لا يمكن أن نغفل أن المرأة كانت هي العدو وهي الوتد، هي الحمى، وحمى البيت حرمته، فهي الحمى التي تحمي وهي الحرمة، أي المكان المحرم لمن يقترب من البلاد أن يأتي إليه. النساء كان لهم دور عظيم، دور مؤثر. الدم الملكي كان ينتقل بين الملوك عبر النساء، يعني لو الزوجة الملكية لم تنجب إلا أنثى كان القصر الملكي يتيح أن يتزوج منها أخيها غير الشقيق من أحد المحظيات لتنقل له شرعية الحكم، أي أن المرأة كانت هي ناقلة شرعية الحكم. وأيا كانت المرأة فهي وتد أو عضد أو مثال قوي، العالم كله تعلم منه أن المرأة ليست كائنا على الهامش، ولكنها الحضارة المصرية التي جعلتها كائنا قويا مساهما يحكم ويهيمن ويسيطر ويعطي النصائح، فهي الأم وهي الزوجة وهي الابنة وهي الأخت. كان المرأة وعاشت المرأة المصرية عبر العصور. شكرا. لما نتكلم عن المرأة في اتنين ستات لازم ما نعديهمش، هتشبسوه بنت هتحطمس الأول. المرأة كانت هي حملة الدم،
اذا هي من الزوجه الملكيه واخوها من زوجه غير ملكيه بيحصل التزاوج داخل القصر الملك. زي ما المصري ما كانش بيتجوز اخته عشان تبقى صوره. حتى قنبيز لما جه وسال قالوا له لا بس انت ملك. الملوك بيعملوا ما يحفظ للقصر الملكي، يعني اللي يحفظ للبيت والحكم هبته. لكن تعالوا نشوف القصه مشيت ازاي عندي مع حتشبسوت. حتشبسوت ما كانش اكتر طموحها انها تنقل الدم، كان طموحها انها تحكم مصر. حتشبسوت لما انتقل العرش بعد تحتمس الاول كان طبيعي ان هي هتتزوج من اخوها وفقا للقانون، تزوجت. لكن كانت شخصيه مؤثره بتكمل اللي عمله ابوها، شخصيه ليها وجود. القصر الملكي يحلب بحياتها زي ما بنقول، ما تعديش كده. الرسائل احيانا اللي كانت بتيجي لتحتمس الثاني دخلت كانت بتيجي بسلام خاص لحتشبسوت، زي ما حصل مع الملكه تيح هنتكلم عليها ومع غيرها من الملكات. يعني دول للمرأة لما انجبت له بنتين هو استشعر ان قوه حتشبسوت دي مش قوه هتخلص، مش قوه منتهيه. قام عمل ايه؟ اصدر مرسوم ملكي بان ابنه من المحظيه او زوجته الثانويه ايزيس هيبقى ملك من بعد، اللي هو تحتمس الثاني. لما جت حتشبسوت هنا، خلوني بقى في حضراتكم شويه في جزئيه كتير مننا بيقع في الغلطه دي. يقول لك اصل حتشبسوت جت مسكت تحتمس الثالث مرمطت بيه الارض وبهدلته وكسرت له الدنيا وقعدت هي حكمت مصر وقالت له ابعد. ده كلام جميل. وعشان كده تحتمس الثالث لما جه دمر الاثار بتاعتها. ده كلام اجمل. حتشبسوت لم تكره تحتمس الثالث، هي كانت عمته ومرات ابوه وحماته زي ما اتكلمنا في اكتر من فيديو. اضف لكده ان حتشبسوت لعبت دور مهم جدا في حياه الولد ده. الدور كان ايه؟ ان هي لما انتقل للحكم هي ما خلفتش القانون بالمناسبه، هي ما خلفتش القانون، لكن قالت الولد صغير والولد تزوج من بنتها نفرو راح. مريت راح حتشبسوت اسف، تزوج من بنتها مريت راح حتشبسوت الثانيه. تزوج منها وانتقل الى منفل يشب في العطب كوتد وكقائد عسكري. هي هنا في السنه الثانيه في احد الاحتفالات حطت نفسها مشرفه على حكم البلاد او ملكه، والدليل ان احنا لازال عندنا وثائق نحتفظ بها تتحدث حتى السنه السادسه من حكم تحتمس الثالث. يعني تحتمس وحتشبسوت ماشيين جنب بعض، هي ما نفتوش، لكن هي استغلت الامر ده واستغلت صغر السن ونور الرحمن وبدات تشرف على البلد. بيساعدها هنا اثنين، سنموت وبانحسي. بعتت بانحسي للنوبه وراح قابل الراجل حاكم بونت، والقصه القصه اللطيفه بتاعت حاكم بونت ومراته واللي قال له انت جاي ليه وجاي تجيب ايه وانا رايح ارض الاله، وقال له ارض الاله ايه ده ما دخلهاش حد من ايام رع. و سنموت وما ادراك ما سنموت وما رسم العمال، ده هيكون حلقه لوحده كده سنموت ده هنتكلم عليه وعلاقته بيه القصر الملكي. تحتمس الثالث اللي قصاد كده لما خرج لما اختفت حتشبسوت بعد 22 سنه من حكم، لما جه تحتمس الثالث، تحتمس الثالث عمل ايه؟ في اول رجوعه وافق صدام مع 330 امير من مجده. تحتمس الثالث كان عليه انه يواجه 330 امير بجيوشهم في شمال سوريا. طب هروح احاربهم ازاي؟ لو واحده بقى معذباني ورمياني في السجن وبتضرب هقدر احاربهم؟ هطلع بعقدي هطلع لكن تحتمس الثالث خد طريق حرس الحربي، وقف على الطريق ووصل الى ربح اللي هي هتبقى رفح، وقعد هناك وقالوا انه كان يوم عيد ميلاده، وطلع الملك الكرسي بتاعه وحطه قدام الخيمه وقالوا دون ريدويف فرد رجليه، وقعد يكلم استريتش دي توليك زي ما ترجمها جاردنر، وقال لك انه قاعد يتكلم مع الجنود وقال لهم ها هنروح مجده ازاي بقى؟ قالوا له والله الطرق الواسعه والطرق الضيقه، وابتدوا يوصفوا له الطرق وقال لهم لو انتم تفكروا، قالوا هناخد الطرق الواسعه، قال لهم الجمله الشهيره لقد فكرتم بعقل عدوي، فكرتم بدماغ عدوي، انتوا لازم تمشوا من الطريق اللي العدو عكس اللي العدو بيفكر فيه. وكان اول قرار عسكري من الحاكم لو هو مش دارس عسكريه كويس، لو هو مش متمكن، لو مش واقف على ارض صلبه ومثقف كانش هيقدر يعمل كده. اثار حتشبسوت هترد، متى نقلها تحتمس الثالث؟ نقلها في السنه 43 من حكمه، بعد 20 سنه 21 سنه بعد ما الدنيا استقرت، وربما كان بعزم الكهنه. والدليل انه في السنه 43 دي ظهرت نبوءه بتتكلم على تحتمس الثالث انه كان قاعد في المعبد، وان الكهنه بيلف بتمثال امون يلف في المعبد، ولو التمثال وهو بيلف في المعبد كان يجي قدام تحتمس الثالث الطفل ويقف، فتحتمس الثالث يلمس التمثال ويمشي يقف. فاستشار الكهنه الوحي وقالوا ان وقوف التمثال امام الملك اعلانا بان الملك هو الملك الحاكم الذي سياتي بعد ابي. من هنا كانت الفكره، هل تحتمس الثالث ليه بقى؟ ليه لو بيكره ليه ما شالش اثارها ودفن؟ ليه ساب معبدها؟ شغل الكهنه واعازات الكهنه شيء والحكم الملكي شيء. تحتمس الثالث كان خارج بمشروع ببروتوكول يجعل مصر دوله تمتد من قرن الارض الى المياه المعكوسه زي ما كتب جده، ويجعل مصر كما اشار المؤرخون امبراطوريه
لا تغيب عنها الشمس، انها سيده من السيدات العظيمه. الست الثانيه اللي عايزين نتكلم عليها نفرتيتي القديمه الجميله القادمه، مرات اخناتون الوتد والعطد، سيده القصر الملكي اللي من العيله اللي كانت احد اقارب العيله الملك، ولما اتجوزت امن حطب رب كانت في ظهره ست بنات هي اللي بتربي، هي القويه. اختلفت مع حماتها في السنه ال12 في زياره الملكه تي، مفيش اي مشكله، لكن ظلت نفرتيتي وفيه لاخناتون ولعقيده اتون اللي كان متبعها الملك، حتى ان لما الغضب وصل لمدى ما بينها وما بين الملكة تي لم تخرج من القصر بمفردها، ولكن أخذت بنتها عنخ سمبا أتون وابن جوزها بن قوسين، كده نحط علامات استفهام، توت عنخ أتون أو توت عنخ أمون، وجعلت منهم العدد أو القوة اللي هتحكم مصر بعد أن ينتهي حكم أخناتون. سيدات تركنا أثرا عظيما وسيرة عطرة في تاريخ مصر العظيم. شكرا لحضرتك.